السلام عليكم، أنا شريفة الحمري، فنانة تشكيلية وكاتبة سيناريو ورئيسة جمعية ثقافية. أكيد إن شاء الله هاد المحنة اللي احنا فيها واللي راه فيها بلادنا وجميع البلدان غادي يتفاجأ إن شاء الله، غادي يتفاجأ وستفرج بإذن الله إن شاء الله، وغادي نخرجوا إن شاء الله أحسن مما كنا عليه. وكنشكر بنود، وكنشكر مبادرة أكيد 2030 ورمضان مبارك.